الثورة بدأت من إيه؟ مش بدأت من البياع؟ البياع غلبة ومات صح؟ أنت بدل ما بتحل أنت جبت أصغر مشكلة وبتقول أنا عايز أحل أصغر مشكلة وجاي بتحلها. طب ما تبدأ من الكبير، تبدأ بالحاجات الكبيرة قبل ما تحل أصل مشكلة البياع دي سهلة جدا، هي مش مشكلة، يعني هي مش مشكلة، الإعلام هو اللي عملها مشكلة، كمية هجوم على البياع الإعلام عملها إن البياع ده هو أكبر مشكلة في الشارع. هل أنا راضي باللي أقف البياع؟ بس هي ظروف والمعيشة وأكل العيش، ما لقيتش حاجة أحسن من دي عشان أعملها. في حاجة هقول لك، هي حاجة ممكن أسوأ، إن مثلا أسرق ما ينفعش. أنا عندي 41 سنة، بالي هنا هو بتاع 22 سنة ويمكن أكتر كمان، أبا عن جد. ممكن نبيع ونشتري، وجينا هنا هو الشارع وقعدنا نبيع ونشتري. أنا عندي 3 عيال، هياكلوا منين؟ لو سبت الشارع ما ينفعش. أنا هينفع أتوظف؟ هو بيقول لك المعاشات والبطالة واللي 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 واللي. طب ما أنت بتعمل بطالة على كده، 5 مليون، احنا 5 مليون بياع او 6 مليون بياع، هل البياعين دي هتروح فين؟ حرام عليكم اتقوا الله. كل واحد قاعد على كرسي اولا يفتكر ان بسبب البياع انت قعدت على كرسي، نسوا ان البياعين دول هم بسببهم، هم الريس اللي جه وسببهم الفساد اللي ظهر كل ده وحسن مبارك وعوانه والوزراء ده كله بسبب بياع. بوعزيزه مات في تونس، بس في 9 مليون بوعزيزه مستعدين يعملوا نفس حركه بوعزيزه. اصلي بص حاجه من الاثنين، بيتي وعيالي ما فيهمش اكل في البيت، يبقى انزل اموت احسن. حكم حسن مبارك اللي قاعد بيقولوا له يا ريس، لغايه دلوقتي يبقى ريس وكله بيقول له انت الريس. روح حكمه اللي خدوا الاراضي ب 75 قرش المتر، روحوا خدوا الاراضي الساحل الشمال وده كله ببلاش. حرام عليكم، البلد خربتوها، الارض عندنا في البلد بورتوها، الاسمده بورتوها، روح فين؟ فهي حاجه من الاثنين، لا اما نعيش ناكل عيش بشرفنا لا اما نموت. واحنا حمينا البلد، واحنا ما عاملين يعني نازلين تحت الرصيف ولا يعني عاملين حركه المرور ولا عاملين مشاكل. من يوم ما جت الثوره حضرتك لا في محل اتكسر هنا في شارع قصر النيل، ولا في واحده شكت مننا، ولا عملنا مشاكل. اسال حضرتك اي حد ماشي هنا اقول له بياعين شارع قصر النيل دي بالذات، البياعين بتوع طلعت حرب حضرتك مش كلهم يعني مثلا ايه، مش كلهم بياعين. اللي جايبوا امين الشرطه طبعا بعد الثوره، واللي جايبوا ضابط يعني كده، اللي جايبينهم دول امناء الشرطه لان احوالهم وقفت وكده، فجايبين الناس دي تبيع لهم بقى في بضاعتهم وتشكل لهم البضاعه بتاعتهم، فهم ما في يعني مش بياعين برضو بتل ولا الحاجه. البياعين اغلبهم مش كلهم، وفيهم الناس كويسه ومحترمه وهتحافظ على لقمه عيشها. اللي هينزل على الرصيف ده ولا يسد الشارع ده طبعا حاجه ما تقبلش. ما حضرتك انا جيت من البلد على اساس ان انا اخدت الدبلوم وخلصت الجيش وما فيش لسه ما كانش في شغل ولا حاجه، ورحت جيت هنا فرشت في الشارع بس، فتعودنا على الشارع ونساعد نفسينا بنفسينا. ما شفتش الزراعه حضرتك اللي حاصل فيها في النزول، الفلاح في النزول. يلا امبارح الرئيس قال لك الفلاح يعني المدين الفلاح الوقت هتزرع ايه بقى؟ شكاره الكيماء وصلت 200 جنيه. الناس دي ما فيهاش مخلوق، الناس دي غلابه عايز تاكل عيش، وعايزين الرئيس مرسي ينزل يمشي في الشارع زي ما مشي اول مره كده في التحرير، ينزل يمشي وسط الناس كده زي جمال عبد الناصر. شوف الخل العيل ده جاي، عايزين اي حد يوفر لنا جنيه عشان نعيش، الناس مش لاقيه تاكل. بس وشكرا. 4 حافظ بيوم طبعا المحلي احزان، الناس كويسين معانا ومعاملتهم كويسه الحمد لله، مفيش مشاكل معانا. انا بقالي اكثر من 30 سنه شغال في المهنه دي، من ساعه ما اشتغلت هنا انا عارف الناس كويسه.
والله يوقفوهم ويعملوا لهم منكره كده وياخدوا منهم رسومات، عشان برضه دول فاتحين بيوت اصلا واكل عيش، كل عيل عنده واحد خمس عيال وست عيال، يعني يقفوا كده ولا يسرقوا احسن. بقالي اكتر من 27 سنه وانا هنا في وسط البلد ومقيم هنا وبطاقتي على عابدين، وانا من الصعيد اساسا بس حولت مقر المحل اللي قام على هنا على عابدين. المشكله اننا احنا خلاص اتاقلمنا على ان ده مصدر رزقنا، ده المصدر الوحيد اللي بيدخل لنا وبيخلينا نعيش، يعني حتى حياه يعني نقدر نصرف على عيالنا اللي مننا معانا اولاد يعني في مراحل تعليم مختلفه. فجايين دلوقتي عايزين يمشونا، يعني دلوقتي بقول لك لا ده احنا هنجمع لكم اماكن في اماكن في حتت ومش عارف ايه. طب فين الاماكن اللي انا زي ما انت شايف ببيع توك وفرش؟ مين هيجي يدخل لي جوه في حاره او جوه في حته عشان يدور على فرشه او مشطه او توكه؟ لا، الحاجه دي الزبون وهو معدي بتعجبه بياخدها، ده كان نظام البياع. لكن انك تمشيني مره واحده ده حرام، يعني ده يعني البلد مش ناقصه، مش ناقصه، لان احنا مش عدد واحد. احنا بنقول يا جماعه نقف متر بمتر بشكل حضاري، الشكل اللي انتوا تقننوه لينا، وندفع رسوم وندفع ضرائب اللي انتوا عايزينها ونظافه، على اساس الواحد يبقى معاه الكارنيه بتاعه رخصه مزاوله بياع، وعلى الاساس ده هو يمشي بيه.